صديقتي تقول بعد الطلاق تعرفت على شخص هو شخص جيد، هل التنظيف يساعدني في إنجاح هذه العلاقة؟ إيه يا دكتورة، هل التنظيف سيساعدني في أني أحصل على شنطة الشانيل؟ هل التنظيف سيجذب لي الفراري الحمراء؟ إيه. أوكي، يعني أنت بتنظفين عشانه، هو بتنظفين عشان صاحبك هذا، أو بتنظفين عشان العلاقة هذه؟ يعني ما كنتي ناوية تنظفين لو ما في رجال في الموضوع؟ ما كانت الفكرة جاية في بالك، أو ما كانت مهمة، أو ما تستحق إنها يعني نحط لها يعني مشاعر وأفكار ووقت وجهد ومال؟ ها؟ يعني حياتي مو مهمة بس يوم صار الرجال موجود لا مهم الموضوع إن ننظف. أنا مو مهمة، أنا مدام أنا سنجل يعني وعايشة مو مهمة، بس انتظر لما يجي الرجال عشان أقول أنا الآن مهمة يوم صار في رجال. خلنا ننظف، خلنا نطور من حياتنا، خلنا نطور من واقعنا. يا جماعة يا جماعة، وين رايحين احنا؟ وين رايحين؟ شو اللي قاعد يصير؟ شو اللي قاعد يصير؟ يعني انت مو مقتنعة انه انت كشخص مهم، انت تحتاجين تنظيف؟ ما يحتاج لا عيالك ولا زوجك ولا ابو الجيران، ما يحتاج. انت تستحقين حياة جيدة، انت بشكل شخصي تستحقين حياة جيدة. وصراحة ابغى اقول لك، اذا نظفتي ممكن هذا يطير. اذا نظفتي ممكن هذا الرجل يطير. اوكي، ايش رايك بهذا التحدي؟ ايش رايك؟ اذا نظفتي من المحتمل انه هذا الشخص اللي دخل قبل التنظيف راح يطير. يلا ها، ايش تختارين؟ الرجل ام التنظيف؟ الرجل ام انت حياتك؟ كيفك كيفك؟ انت بدال ما تقولين ايش الخيارات اللي في الحياه راح تظهر بعد التنظيف، ايش الرجل الجيد اللي راح يظهر بعد التنظيف، ايش الحياه الماديه الجيده اللي ممكن تتجلى بعد التنظيف، ايش المعتقدات والافكار الجيده اللي قد تظهر بعد التنظيف، ايش المشاعر الجميلة اللي راح اعيشها بعد التنظيف؟ ذلك اذا كان هذا الشخص يعني ظهر في وقت انت كنتي ملخبطة مشاعرية، وكيف من المتوقع انه يخرج ويظهر شخص افضل؟ هذا المفروض اللي يصير. صديقتي تقول انا سامحت خيانة خطيبي والان تزوجنا منذ شهرين، لكنني اشك فيه واراقبه ولم استطع نسيان اليوم الذي اتصلت بي اللي خانني معها وهي تعرف اني معاه، كيف اصل للسلام؟ دكتورة انا اتألم. حبيبتي بس انت ما سامحتي، مدام انت تتألمين انت ما سامحتي، ويتس اوكي، انت يعني في هذه المرحلة ما انت مضطرة، بس انت قررتي هذا القرار او قلتي لنفسك انا سامحت عشان تتزوجين، عشان تاخذين هذا الاكشن، لانه كان عندك صورة في وعيك ويمكن لا وعيك ما بغيتي تكسرين هذه الصورة تجاه قصة الزواج هذه. عموما يعني مو موضوعنا الخيانة، لكن الخيانة بالنسبة لك خيانة، والخائن خائن. مو كل الناس تسمي الخيانة خيانة، نسميها خيانة. والخائن خائن، وأعتقد إنه أنت تعجلتي في إنك أنت يعني قلتي لنفسك إنه أنا سامحت، بس أنت ما وصلتي لهذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه شعورك وشكك وارتباكك لأنه أنت ما زلتي في هذه اللحظة اللي أنت متلخبطة فيها، فلا تضغطي على نفسك، لكن في نفس الوقت اشتغلي، نظفي نظفي، لأنه إذا كان شخص جيد وأنت تبغين هذه العلاقة وقررتي أنه أنت تتجاوزين الموضوع، تجاوزيه بصدق، تجاوزيه بصدق. أنا ما أعتقد أنه أنا معي الريموت كنترول حقي وأقدر أقول أوكي خلونا نبدل الخوف إلى حب، طق طق، ما الموضوع مو كذا، موضوع يحتاج شغل، سوري كذا الحينها طبيعتنا كبشر كذا، إذا في أحد سوى كذا واشتغلت معاه علمينا، لأني أنا ما لقيت. تالي القرار لن يغير مشاعرك، القرار
لن يغير مشهد، القرار موضوع فكري، لكن يعطيك فرصة أنك أنت تتجاوب مع رسائل الكون وتبدأ أنت تنظف وتشتغل على مشاعرك. فخذي الموضوع جد، قولي خلاص أوكي أنا قررت أني أسامح، وبالتالي لازم أشتغل، لازم أنظف الحدث اللي صار والقصة اللي صارت والتفاصيل كلها لازم تتنظف. أقترح عليك الوعي الطفولي، السول ديتوكس. إيش الفرق بين هذا الوعي الطفولي والسول ديتوكس؟ سول ديتوكس لأي قصة صارت في الماضي، أمس، قبل أمس، قبل شهر، قبل سنتين، فالمقصود فيها أي موضوع مبهذلك الآن. هذا الوعي الطفولي مرتبطة بقصة الطفولة، فيها تفاصيل إنه أنت يعني خلنا نقول تدخل في تفاصيل الطفولة أكثر. صديقتي تقول إيش الشيء المجاني اللي تنصحين به هذه الفترة ونلتزم فيه ليساعدنا في التنظيف؟ أوكي، حطي النية، حطي خلفية الجوال، الأشياء المجانية، نية، خلفية الجوال، شوفي الفيلم، احضري انستغرام لايف معانا، يعني على أقل تقدير راح يكون عندنا يعني توقع 15 إن شاء الله أكثر انستغرام لايف، واشتغلي على الباب الخلفي، اشتغلي على البوم الباب الخلفي، هاي عندك 5 أشياء التزمي فيها، وخلينا نشوف النتائج نهاية الشهر. صديقتي تقول أنا بعد الاعتراف دخلت مرحلة الشجاعة ولم أغضب، هل هذا شيء طبيعي؟ شوفوا في النهاية إحنا مو قوالب، إحنا بشر، أوكي؟ يعني من المحتمل إنه الأشياء اللي مريتي فيها قد تكون مر فيها كثير ناس حولك، فبالتالي يكون الغضب أقل. يعني لما تعرفين إنك أنت وأختك وجيرانكم وولد خالتك وولد كلهم مروا بنفس الظروف، تحسين انه صديقاتك، تحسين انه الغضب اخف. يعني في ناس كذا يكونوا كل المرحله مروا بنفس الفكره، يكون مثلا الاباء والامهات او المدرسين في تلك المرحله عندهم طريقه معينه للتربيه، فيعني اذوا الجيل بطريقه معينه، فتحس انه يعني مو كثير الموضوع يثير الغضب. لكن في شخص تعرض لموقف خاص، لحاله خاصه، تعرض لاذى خاص، متوقع انه يغضب، متوقع انه لازم يمر مرحله. فإحنا مو قوالب، لكن برضو إحنا عندنا يعني أسباب ومعطيات ونتائج تؤدي إلى أنه إحنا متغيرين طوال الوقت، فعادي عادي ممكن ما تمر بهذه المرحلة. صديقتي تقول هل طبيعي لما نبدأ نتذكر الماضي ونواجهه ونستمر سنوات على هالمرحلة؟ سمية حبيبتي، يعني السؤال إيش الأداة اللي أنت استخدمتيها؟ أوكي، إيش هي الأداة اللي أنت استخدمتيها؟ يعني مثلا أداة مثل أداة التمرير زي ما نقول عنها، أو أنه أنت تتكلمين عن القصة أو تقولين القصة، أو مثلا تكتبينها بدون أسئلة محددة توجهك لطريقة تفكير معين، قد تأخذ وقت طويل، قد تأخذ وقت طويل. لذلك في أشخاص مثلا يروحون عند الطبيب النفسي يحتاجون سنوات، يحتاجون سنوات أنهم يعني يحكون القصة، ويعني أو أخصائي نفسي يحكون مع القصة مرة واثنين وثلاثة، ويحتاجون وقت لما هم يعني يجلون هوية أخرى أو يفهمون أو يتحررون من وينظفون الشعور. لكن في أدوات أسرع، في أدوات ما تستهلك منك كل هذه السنوات. إضافة إلى أني أنا أحب أنه أنت تستخدم أداة واعية وأداة لا واعية، لاني ما ابغى ارجع لنفس النقطه، وهذه هي طريقتي انا اللي استخدمتها مع نفسي، ما احب ارجع لنفس النقطه مره ثانيه، ابغى لما اطلع خلاص، ترى بقعد مع هذا الموضوع بناقشه، بفهمه، برفع درجه وعي، بعرض نفسي لاسئله صعبه لما اني انا افهم القصه بشكل يعني جيد وكامل، وبعدين في نفس الوقت اني انا احرر الموضوع اللي انا ما فهمته او الموضوع اللي كان تحت الطاوله، مثل الأدوات عند الموسيقى التحولية والتنفس، هذه أدوات لا واعية بتطلع شيء إحنا يعني في الزاوية ما انتبهنا له، شيء سري كذا، شيء مو مفهوم بالنسبة لنا. فهذه تسرع التنظيف، تسرع إنه مو بس أنا بالوعي، لا حتى في اللاوعي، مو بس الشيء اللي أنا ما أتذكره، لا حتى الشيء اللي ما أتذكره، هذه أيضا تساعد إنه أنت تعرفين الأداة المناسبة لك. إيش الأداة اللي تناسبني؟ في أداة مجرد ما تستخدمينها على طول تحسين إنه على قولتهم رولينج، يعني خلص بدأ في شيء يشتغل، في شيء آخر قاعد يشتغل، فيلم ثاني تشتغل. في أداة تستخدمينها تقولين
وش اللي صار؟ ما صار شيء، ما صار شيء، ما تغير، ما صار شيء، ما صار شيء. في أشياء من يوم تبدينها أول يوم تحسين إنه في تغيرات قاعدة تصير. فمهم إنك أنتي تختارين الأداة اللي تناسبك أنتي، اللي فعلًا تحسينها قاعدة تسوي لك تغيرات حقيقية. طيب ناخذ آخر سؤال، آخر سؤال. صديقتي تقول ما هي رسالتك لإنسان تعب من الحياة بعد كل اللي عاشه؟ الله يعينك. رسالتي هي التجرد، لأنه يمكن حان وقت التجرد، أو أنه على الأقل ننتبه للقصة اللي إحنا عايشينها أنها تتجرد.